فجلت قدرة الرحمن لا قوى ولا غضب ويزهو الزهر في الرمان لا بها ولا عجب فجلت قدرة الرحمن لا قوى ولا غضب البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها يعانق رمل شاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطرب
بنتنا مدية الله يحفظها تطلب أني أعيد نشيدة الله أعطانا خير وأنعم. ما ودي أردها صراحة. نعيد ترك خمسة مهندس ما أشوفك يلا. خير وانعام والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا واليوم صارت جنة أحلام تزخر فلو يا سمين قام الوطن تخطيط وانضام زانت وزخرف وبهبهين دولة تطور عز واسلام بين الأمم دولة بنين والشعب متهني بالأنعام مرتاح في هذه السنين نسعى لمجد الله عنينا شامخ وفيه ترف الاعلام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا من فضله الضافي عطينا. تستاهل مدية ويستاهل ابوها بعد محسن. الفلاح شالج بروحه ارحم الله زايد وباحه مملوحه مهرت وتزين الساحه الفلاح شالج بروحه ارحم
قام الله زايد وباحه، جيت اداوي القلب وجروحه وصار قلبي ينفخ جناحه، يا سطوع المجد ووضوحه يا الامارات انت وشاحه، المجروح بجروحه نخوة المظلوم وسلاحه، انت مملوحة الفلاح شالج بروحه، ارحم الله زايد وفاحه يا الامارات انت مملوحة، الفلاح شالج بروحه ارحم الله زايد وباحه، يا الإمارات انت مملوحه مهره وتزين الساحه، الفلاح شالج بروحه ارحم الله زايد وباحه، ارحم الله زايد وباحة، الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة. يعطيكم ألف عافية ومشكورين، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله لنا زيارة في السنة القادمة بإذن الله، إن الله أحيانا إن شاء الله. شكرا لكم. ما شاء الله شيخنا أنت المملوح، وأنت اللي زينت ونورت المكان، نورت ملتقى زايد بن محمد العائلي. تحية لضيفنا في هذه الليلة مشاري بن راشد العفاسي على تشريفه لنا في هذا الملتقى، وحقيقة يعني معانا دائما كل سنة وما يرفضنا طلب، فيعني ألف 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 شكر وألف تحية لضيفنا في هذه الليلة، ونقول إن شاء الله يصدق في قول الشاعر: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إنساروا، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الله أمطار. فهم ما شاء الله اليوم شيخ يانا بعد ياب الغيم ويا ما شاء الله. أدعو الآن الأستاذ أحمد خلفان المنصوري نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى زايد بن محمد العائلي لتكريم المنشد مشاري بن راشد العفاسي. تفضل. جمهور الكريم، إن شاء الله يوم الخميس القادم عندنا محاضرة للدكتور عبد السلام الشويعر من المملكة العربية السعودية بعنوان لذة العبادة، على نفس هذا المسرح إن شاء الله يوم الخميس القادم محاضرة للدكتور عبد السلام الشويعر من المملكة العربية السعودية بعنوان لذة العبادة. ندعوكم إن شاء الله لحضور المحاضرة إن شاء الله.